ستة إشروق، برحب بيك في برنامج السادسة. أهلا بحضرتك وبجميع مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بحضرتك. عايز أعرف بس من حضرتك بداية كده، إيه السبب اللي يخلي برشلونة يظهر بالأداء ده؟ ليه 8 أهداف؟ طيب، هو في البداية طبعا يعني محدش كان يتوقع أكثر المتشائمين لمستوى برشلونة في الفترة الأخيرة، وأكثر المتفائلين بما يمكن أن يحققه بايرن ميونخ ما كانش يتوقع النتيجة تصل دي، أو حتى ممكن نص النتيجة، يعني مش عايز أبالغ أقول حتى اللي كان يتوقع الفوز برباعية برضه كان فيها قدر من المبالغة. ولكن الحالة اللي كان يعاني منها برشلونة في الفترة الأخيرة على مستوى الليجا، يعني محدش كان يصدق أن برشلونة متصدر الترتيب قبل فترة التوقف الكبير بسبب انتشار فيروس كورونا. محدش كان يتوقع ان برشلونه يعني يواصل السقوط بالطريقه الغريبه دي ويفقد كميه نقط. صحيح برضه ما كانش على الجانب الاخر، ما حدش يتوقع ان ريال مدريد يحقق العلامه الكامله في مبارياته ويقدر يحصد لقب الليجا، ولكن الشكل العام لبرشلونه بعيدا حتى عن النتائج، الشكل العام لم يكن ينبئ بان هذا الفريق يستطيع ان هو يحقق البطولتين سواء الليجا او دوري ابطال اوروبا، خاصه في الظروف الحاليه اللي انفرضت على دوري الابطال اقامه المباراه من مباراه واحده في المرحله الحاليه من البطوله. يعني حتى الفوز على نابولي في المباراه اللي كانت قبليها يعني برضه ما اداش اقناع كبير بان برشلونه قادر ان هو يواصل المسيره حتى النهايه. في المقابل بايرن ميونخ الحقيقه يعني كشر عن انيابه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، واظهر الحقيقه كل يعني القوه الهجوميه الموجوده لديه، وقدر ان هو يستغل كل الفرص المتاحه، بل بالعكس ده كان ممكن يزيد النتيجه لاكثر من ذلك، فكانت الحقيقه صدمه كبيره جدا. أميرة مش عارفه بتتفق معايا ولا لا، بس انا شايفه انه بعد الجون الخامس برشلونه كان استسلم تماما. يعني انا يعني ده جزء برضو بيعود على المدرب، بس برضو في جزء على اللعيبه اللي في الملعب. اللعيبه دي المفروض ان هي عندها الخبرات الكافيه ان هي تقدر تتعامل في موقف زي ده، هي على الأقل ما تطلعش بالسكور ده. صحيح، هو يمكن اتفق مع حضرتك في حضرتك بتقولي بعد الهدف الخامس خلاص الاداء بقى، يمكن اللعيبه حست بالاحباط الشديد ان هو خلص فرصه العوده امام فريق كبير زي بايرن ميونخ، ويعني بنتيجه في وقت قليل جدا، اعتقد ان ده كان شبه مستحيل. يمكن ده برضو اللي بيرجعنا لنقطه المباراه الوحيده اللي في الدور الفاصل او المباراه من يعني جوله واحده، دي الحقيقه سلاح ذو حدين. الفريق اللي بيقدر ان هو يسجل او يقتل المباراه بلغه الكوره ده خلاص، يعني خلاص فكره ان هو الريمونتادا ما بقتش متاحة في هذه المرحلة من البطولة، والخسارة بهذا العدد من الأهداف. يمكن البعض تفاءل لما قدر برشلونة يعدل بخطأ أو هدف ديفيد ألابا في مرمى بطريق الخطأ، وقدر أنه يعني حس أن برشلونة ممكن يعود للمباراة بقوة، ولكن الشكل العام لم يكن يوحي أن برشلونة يستطيع يعني مجابهة البايرن. حتى على المستوى الفني والتكتيكي للمدرب كيكي سيتين كان ضعيف جدا للغاية الحقيقة، يعني حتى الحلول اللي كانت عنده الدفاعية ما قدرش أن هو يوقف بها انطلاقات بريسيتش وانطلاقات جنابري وروبرت ليفندوفسكي، حتى اللي هو كان التركيز الشديد معاه من ثنائي دفاع برشلونه لانجلي وبيكي، يعني حتى في الاول حتى زي ما كان ما استطاعش ان هو يسجل، فصنع اهداف صنع لمولر وكان تحركاته ايجابيه للغايه، ويمكن ده يعني يعكس ان كان برشلونه بيعاني على مستوى كافه الخطوط. هجوميا كان ضعيف جدا، مش قادر يوصل يخترق دفاعات بايرن ويعدي ويهدد مرمى مانويل نوير الا في الهدفين يمكن اللي جم او محاولات قليله باستثناء الهدفين. وعلى المستوى الدفاعي كان فيه الحقيقه كوارث في كل هجمه بيشنها بايرن، خاصه ان بايرن يعني كان يعني عنده التركيز شديد جدا على الجبهه اليمنى اللي كانت بتعاني جبهه البرتغالي سيميدو. طيب، في اخبار بتقول ان بوكيتينيو بيقترب من تدريب برشلونه، مع انه يعني في تصريحات كانت ليه قبل كده ان هو عمره ما هيدرب برشلونه. صحيح، يمكن هو حته انتمائه لاسبانيول كانت طاغيه شويه، ولكن اعتقد الامور قد تتغير مستقبلا. برشلونه في فتره حاليه مرحله تغيير، يعني يمكن نتحدث عن فريق يحتاج الى الكثير من العمل الفني، كثير من العناصر. اداره برشلونه مسؤوله بشكل كبير جدا عن الحاله اللي وصل اليها الفريق في الفتره الاخيره، الصفقات لم تكن على المستوى المطلوب، كان في ممكن تدعيمات باسماء كبرى ولكن غير مناسبه، يعني بنتحدث عن لاعب زي انطوان جريزما، يعني نزوله حتى في الشوط الثاني كان دون اي تاثير دون اي معنى، كان مطالب ان هو يسجل اهداف في وقت ان الفريق ما كانش عنده اي شكل هجومي واضح. فبالتالي المدرب القادم هتكون عليه مسؤوليه كبيره جدا بعد كيكي سيتين، وايضا المدرب السابق لإرنستو فالفيردي. يعني كان الشكل الفني في برشلونه دايما الاداره الكتالونيه بتدور على مدرب زي ما بيقولوا كده في الدي ان اي الكتالوني او الدي ال اي اللي هو اللي بيقدر يحقق الكوره الجميله او الكوره التيكي تاكا اللي كان مميز بيها برشلونه. بشكر حضرتك جدا استاذ امير نبيل، الصحفي بجريده الشروق.
نروح بقى للدوري الانجليزي ورابط